بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن قانون هيس. قانون هيس هو قانون المجموع الجبري الثابت للحرارة، الذي ينص على أن حرارة أي تفاعل كيميائي ما تساوي قيمة ثابتة، سواء حدث هذا التفاعل مباشرة خلال خطوة واحدة أو خلال عدة خطوات. بيكون في السؤال بيعطيني معادلتين أو ثلاثة، مطلوب إن أنا أعمل لهم معالجة جبرية عن طريق الضرب القسمة، أضرب في 2، أضرب في سالب 2، أضرب في نص، أضرب في 3 على 2، أيا كان. المهم ان انا اوصل للمعادله النهائيه المطلوب، حساب الدلتا اتش في. ففي السؤال اللي موجود هنا اداني معادلتين، عايز اوصل للمعادله النهائيه اللي هي السي دايموند بيعطي سي جرافيت والدلتا اتش لهذا التفاعل مجهوله. طيب هتعامل معاها ازاي؟ هبص للمعادله اللي هو عطاها لي، عايز احسب الدلتا اتش بتاعتها. امشي واحده واحده كده، معايا هنا السي دايموند، وابص للمعادلات هلاقي السي دايموند هنا موجود ومش متكرر، وهلاقيه بنفس العدد. يعني انا عايز اخلي ده يبقى نفسه، مش هعمل حاجة خالص، أو أقول تترك المعادلة الأولى كما هي أو أضربها في واحد، نفس الشيء. تمام. تاني حاجة معايا السي جرافيت، السي جرافيت موجود هنا، موجود مرة واحدة بس، موجود في الناحية التانية، فأنا مطلوب مني إن أنا أخليه في النواتج. عشان أخليه في النواتج إما أكتب بقلب المعادلة الثانية أو أضرب المعادلة الثانية في سالب واحد. طب ليه سالب واحد مش سالب اتنين؟ لأن مطلوب مني إن هنا يبقى واحد. طيب لو كان هنا 2 بفرض يبقى اضرب في سالب 2، طب لو كان هنا نص يبقى اضرب في سالب نص، وهكذا. طيب يبقى احنا هنا نقول بترك المعادلة الأولى كما هي وضرب المعادلة الثانية في سالب واحد، واللي عايز يكتب بقلب المعادلة الثانية مفيش مشكلة. تمام. يبقى دي السي دايموند زائد الاكسجين يعطي ثاني اكسيد الكربون، والدلتا اتش هنا نفس الرقم سالب 395.4 كيلو جول. المعادله الثانيه قلنا هنقلبها، يبقى اخلي النواتج في المتفاعلات والمتفاعلات نواتج. هبدا هنا بثاني اكسيد الكربون يعطي السي جرافيت زائد الاكسجين، ومنساش اقلب اشاره الدلتا اتش. دلتا اتش كانت سالب 393.5، هتبقى موجب 393.5 كيلو جول. تمام. بعد كده الجمع والاختصار، لازم المعادلتين دول بعد ما اختصر نوصل للمعادله دي، وهجمع الارقام جبريا واصل للدلتا اتش المجهوله. هلاقي ان هنا لازم اختصر ثاني اكسيد الكربون، من هنا يروح مع هنا والاكسجين هيختصر، وفعلا اللي اختصر ما يكونش موجود في المعادله المطلوب حساب الدلتا اتش بتاعتها. هاجي ابص كده هلاقي المتفاعلات اللي معايا انزلها، هلاقي السي دايموند والنواتج ما فيش فيها غير السي جرافيت، واحسب الدلتا اتش بالجمع الجبري. لو انا حسبتها تطلع سالب 1.9 كيلو جول، يبقى ده هو المجهول. يبقى كان المطلوب في السؤال حساب دلتا اتش لهذا التفاعل. تم التعامل مع المعادلات التانية ووصلت للمعادلة النهائية وحسبت منها الدلتا اتش اللي طلعت في السؤال ده بسالب 1.9 كيلو جول، وده السؤال الموجود في الكتاب. هنشوف المسألة اللي جت في اختبار 2017 مستعينا بالمعادلات الحرارية التالية. عطيني هنا معادلتين، احسب الطاقة الحرارية المصاحبة للتفاعل التالي. يبقى انا هنا مطلوب مني احسب الدلتا اتش لهذا التفاعل. طيب قلنا هنمشي ازاي؟ هنشوف مادة مادة في المتفاعلات. عندي البي 4 واعطيني اصلا في المعادلة اللي فوق بي 4، فانا عايز دي تبقى دي هي نفسها، يبقى مش هعمل فيها حاجة، تترك كما هي او كأن هضربها في واحد. تمام. هاجي بعد كده على الكلور، هلاقي في هنا 10، هلاقي الكلور مكرر، اللي متكرر خليه للاخر لان مش هبقى عارف هضرب فوق ولا تحت، فخليه للاخر. طيب بعد كده هاجي على البي سي ال 5، هلاقي هنا عطيني واحد، انا عايز الواحد تبقى 4، يبقى اضرب المعادله الاولى في 4. يبقى طريقه الحل هكتب بضرب المعادله الاولى في 4 وضرب المعادله الثانيه في 1، او تترك المعادله الثانيه كما هي. تمام. هضرب هنا في 4، يبقى 4 بي سي ال 3 زائد 4 سي ال 2 يعطي 4 بي سي ال 5،
والدلتا اتش بتساوي سالب، هضرب الرقم ده في 4 هيدي 548 كيلو جول. قلنا هنترك المعادلة التانية كما هي، تبقى بي 4 زائد 6 سي ال 2 يعطي 4 بي سي ال 3، والدلتا اتش تترك كما هي سالب 1264 كيلو جول. بعد كده الجمع والاختصار، قلنا اللي مش موجود في المعادلة ان هي دي لازم يختصر. تمام، هلاقي اللي ممكن يختصر عندي البي سي ال 3، وفعلا هو مش موجود هنا. طيب بعد كده هكتب اللي قبل السهم اجمعه في طرف، واللي بعد السهم انزله. تمام، هنا اول حاجة البي 4 زائد 4 و 6 في نفس الطرف يعني 10 سي ال 2 يعطي 4 بي سي ال 5. تمام، انا وصلت للمعادلة. شوف بقى الدلتا اتش بكام، هنزل الدلتا اتش جمع جبري عادي، هتبقى سالب 1812 كيلو جول. نشوف السؤال اللي جه في اختبار 2016، مستعينا بالمعادلات الحرارية التالية، احسب الطاقة الحرارية المصاحبة للتفاعل التالي. اعطاني هنا تلات معادلات، عايز احسب التغير في المحتوى الحراري او الدلتا اتش لهذا التفاعل. قلنا ان احنا بنشوف المعادلة المعطاة المطلوب اوصل لها، هلاقي في هنا معايا اتنين جزيء من النيتروجين، لكن المطلوب قدامي هنا واحد، فانا عايز اخلي الواحد يبقى اتنين، هضرب المعادلة الاولى في اتنين. تمام، بعد كده معايا الاكسجين، الاكسجين مكرر، هلاقي هنا موجود اكسجين وهنا اكسجين، فالمكرر اخليه للاخر. بعد كده معايا 2N2O5 موجودة في النواتج، موجود منها واحد، فانا عايز دي تبقى دي، فانا هضرب المعادلة دي في اتنين. تمام، نخلي بقى المعادلة الاخيرة لما نشوف، لما نكتب الاتنين المعادلتين دول الاول، هنضرب قلنا المعادلة الاولى في اتنين، يبقى 2N2 زائد 6O2 زائد 2H2 يعطي 4HNO3، والدلتا اتش يساوي سالب 696 كيلو جول. ضربت الرقم ده في اتنين. تمام، وهضرب المعادلة التانية كلها في اتنين، يبقى 2 4 HNO3 يعطي 2N2O5 زائد 2H2O، والدلتا اتش يساوي 154 كيلو جول. نيجي بقى للمعادلة التالتة. لو نلاحظ او قلنا ان الحاجات اللي مش موجودة في المعادلة ان هي لازم تختصر، فلاقي المية اللي هنا موجودة في المعادلة دي اتنين، ممكن تختصر مع المية اللي في المعادلة دي بنفس الرقم، وتختفي المية من المعادلة النهائية. برضو واحد تاني يقول لي الهيدروجين، هلاقي ان الهيدروجين هنا اتنين، عايز يختصر عشان ما يبقاش موجود في المعادلة النهائية، يعني اخلي المعادلة التالتة زي ما هي او اضربها في واحد، يبقى 2H2O يعطي 2H2 زائد O2 ودلتا H يساوي موجب 484 كيلو جول. الخطوة الأخيرة اللي هي الجمع والاختصار، اختصر هلاقي قلنا ان الهيدروجين هيختصر يختفي لانه مش موجود في المعادلة النهائية، الماء ايضا يختفي لانه مش موجود في المعادلة النهائية، 4NH3 4HNO3 يروحهم مع بعض. الاكسجين هلاقي هنا 6 وهنا 1، كأن هطرح او هودي الصوب التاني، يعني تبقى 5 اكسجين، فنزل اللي قبل السهم. لما اختصر الاكسجين قلنا هنا هيتبقى 5، انزل اللي قبل السهم 2N2 زائد 5O2 يعطي 2N2O5، ودلتا اتش هجمع الارقام دي جبريا هتطلع سالب 58 كيلو جول. نشوف السؤال اللي جه في اختبار 2015، احسب حرارة التكوين القياسية لغاز البروبان C3H8، مطلوب حساب الدلتا اتش لهذا التفاعل، مستعينا بالمعادلات الحرارية التالية. اعطاني هنا ثلاث معادلات بنفس الطريقة، هشوف المعادلة اللي أنا مطلوب مني أوصل لها
اللي هي بتبدأ بتلاتة كربون، يبقى أعطيني هنا واحد كربون، أنا عايز الواحد يبقى تلاتة، يبقى هضرب المعادلة التانية في تلاتة. تمام. بعد كده معايا الهيدروجين، الهيدروجين هنا أربعة، أنا عايز الواحد يبقى أربعة، يبقى هضرب المعادلة التانية في أربعة، وطبعا الكربون مش متكرر ولا الهيدروجين. بعد كده هاجي على C3H8 أو غاز البروبان، هلاقيه موجود هنا في المتفاعلات لكن أنا عايزه في النواتج، يعني المفروض إن أنا أقلب المعادلة، يبقى أكتب بقلب المعادلة الأولى أو ضرب المعادلة الأولى في سالب واحد. تمام. يبقى بسهولة أول حاجة إيه، هنقلب المعادلة أو نضربها في سالب واحد، يعني خلي المتفاعلات نواتج والنواتج متفاعلات. هبدأ بالنواتج أخليها متفاعلات، يعني 3CO2 زائد 4H2O يعطي C3H8 زائد 5O2. منساش الدلتا اتش تتقلب إشارتها، هي كانت سالب 2200 كيلو جول، هخليها أنا موجب 2200 كيلو جول كل مول. تمام. بعد كده قلنا هنضرب المعادلة التانية كلها في تلاتة، يبقى تلاتة كربون زائد 3O2 يعطي 3CO2 ودلتا اتش بيساوي سالب، هضرب الرقم ده في تلاتة هيبقى 1182 كيلو جول كل مول. بعد كده هضرب المعادلة الأخيرة أو التالتة في أربعة، هتبقى 4H2 زائد 4 × 2O2 يعطي 4H2O ودلتا اتش هضربها في أربعة هتبقى سالب 1144 كيلو جول كل مول. تمام. بعد كده الجمع والاختصار، اختصر المعادلات دي اوصل لدي وهجمع الارقام دي تديني الدلتا اتش المجهول. تمام. اللي مش موجود في المعادله دي لازم يختصر، هلاقي ايه، اول حاجه ثاني اكسيد الكربون مش موجود لازم يختصر، بالفعل في هنا 3CO2 هيختصروا مع 3CO2، ايضا الميه مش موجوده 4H2O لازم تختصر مع 4H2O، هنا معايا الكربون موجود مش هيختصر والهيدروجين موجود مش هيختصر، معايا هنا الصبه فيه 5 اكسجين وفي هنا 5 يختصروا، هنزل اللي قبل السهم هلاقي فيه 3 كربون و 4 هيدروجين والناتج C3H8 والدلتا اتش هجمعها جمع جبري عادي خالص هتبقى سالب 126 كيلو جول كل مول. هنشوف السؤال اللي جه في اختبار 2014، احسب حرارة التكوين القياسية لغاز الإيثان، معطيني هنا معادلة عايز احسب الدلتا اتش لها مستعينا بالثلاث معادلات الحرارية التالية. تمام. بنفس الطريقة هبص على المعادلة اللي انا عايزها، معايا اول حاجة الكربون، الكربون هنا موجود واحد انا عايز اخليه يبقى اتنين، يبقى هضرب المعادلة دي في اتنين وخاصة ان الكربون مش متكرر، يبقى بضرب المعادلة التانية في اتنين. بعد كده الهيدروجين هلاقيه موجود واحد، انا عايز الواحد تبقى تلاتة، هضربها في تلاتة. بعد كده هلاقي معايا بعد كده C2H6 موجود في الطرف التاني، فانا عايز اقلب المعادلة، يبقى اكتبها ضرب المعادلة الاولى في سالب واحد او بقلب المعادلة الاولى، ضرب سالب واحد اخلي النواتج تبقى متفاعلات والمتفاعلات نواتج وابدل اشارة الدلتا اتش، يبقى اكتب بضرب المعادلة الاولى في سالب واحد وضرب المعادلة التانية في اتنين وضرب المعادلة التالتة في تلاتة، اكتبها. بعد كده هبدأ بأول واحدة هقلب المعادلة 2CO2 زائد 3H2O يعطي C2H6 زائد 3.5O2 والدلتا اتش بيساوي هقلب الرقم إشارة الرقم يبقى موجب 1560 كيلو جول لكل مول. المعادلة التانية هضربها في 2 يبقى 2 كربون زائد 2 أكسجين يعطي 2CO2 والدلتا اتش بتساوي سالب، هضرب الرقم ده 2 يبقى 7.88 وحدتها كيلو جول لكل مول. بعد كده هضرب المعادلة الأخيرة في 3 يبقى 3 هيدروجين زائد 3.5 يعني 1.5 أو 3 على 2O2 يعطي 3H2O و الدلتا اتش
هتتضرب أيضا في 3 تبقى سالب 858 كيلو جول لكل مول. الخطوة الأخيرة الجمع والاختصار، لازم أتأكد الخطوة دي. أنا بتأكد، أنا عارف إن أنا لما أجمع هوصل للمعادلات دي، لكن بتأكد إن أنا شغال صح. قلنا اللي مش موجود في المعادلة دي لازم يختصر، ثاني أكسيد الكربون مش موجود يبقى كده هيختصر، هنا 2 ثاني أكسيد الكربون يروحوا مع 2 ثاني أكسيد الكربون، المية أيضا مش موجودة 3 هيدرو H2O يروحوا مع 3 H2O. بعد كده في الأكسجين مش موجود أيضا لازم يختصر، هنا 3 و1 ونص، 3 و3 على 2 يعني 3 و1 ونص، 2 و1 ونص يعني 3 ونص، هيروحوا مع إيه؟ مع 3 ونص. تمام، يبقى 3 ونص أكسجين يختصروا مع 3 ونص أكسجين. هنزل بقى اللي قبل السهم، 2 سي زائد 3 اتش 2، طبعا لو بدلتهم عادي لأن الجمع إبدالي، يعطي سي 2 اتش 6 ودلتا اتش. هنزل أرقام جمع جبري عادي خالص، هتبقى سالب 86 كيلو جول لكل مول.